هلكنا وأرهقنا بالحديث عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وعن حق تقرير المصير وعن حرية الشعوب وتقدمها وتطورها واستقلالها، ولكن أي من هذه الأشياء له علاقة بالممارسات والسياسات الأمريكية والأوروبية الغربية؟ نعم لأن مجمل هذه الدول قامت على نهب واستغلال الإنسان للإنسان، حتى الإنسان الأمريكي يجري عملية استغلاله ونهبه ونهب ثرواته لصالح أباطرة رأس المال المالي، وكذلك في الغرب الأوروبي الرأسمالي، وحيثما وجد الرأس المال والقوى الممثلة له وهي تعمل على استغلال الإنسان تحت يافطة شعارات واهية وزائفة وكذابة. الولايات المتحدة قادت كما يعلم الجميع منذ 7 من أكتوبر، هي التي قادت حرب الإبادة على الشعب العربي الفلسطيني، وحاملات طائراتها وغواصتها النووية وبوارجها وقواتها البرية التي شاركت على الأرض في محافظات الجنوب، أي في محافظات قطاع غزة، هي التي قادت الحرب برفقة حلفائها الأوروبيين وكذلك دولتهم اللاقيطة التي غابت عن الوعي مدة 4 أيام كاملة، لم تكن قادرة على أن تقف على رجليها. وبالتالي ما يجري على الأرض الفلسطينية هو نموذج واضح وحي وخلاق لأكاذيب، يفضح أكاذيب الغرب الرأسمالي نعم وخاصة الولايات المتحدة وإداراتها المتعاقبة. طيب أستاذ أمريكا، عمر، ممثلة أمريكا إذا نعم سمحت، جرينفيلد في مجلس الأمن وهي تتحدث عن أحكام وتدابير محكمة العدل الدولية، قلبت المعايير وقالت أن المحكمة لم تقل بوقف إطلاق النار، المحكمة في تدابيرها قالت أخطر من وقف إطلاق النار وأكثر حسما، قالت عن حرب إبادة إسرائيلية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني. فهل تتوقع من هذه الإدارة التي تقلب الوقائع والحقائق رأسا على عقب أن تكون معنية بأطفال فلسطين؟ نعم أنت تعلم أن هناك حوالي ما يزيد على 100,000 بين شهيد وجريح، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. نعم،